هذا سائل يقول: ما هي الصفة الصحيحة للسلام على الحجر الأسود في الطواف؟ الحجر الأسود لا يسلم عليه، وإنما يستلم باليد ويمسح ويقبل. تمسحه بيدك اليمنى ثم تقبله إذا أمكن هذا بدون زحام وبدون مشقة، فإن لم يمكن فإنك تشير إليه بيدك، إذا حاذيته تشير إليه بيدك وتكبر وتمضي في طوافك.